مرحب. حياكم الله. ما تخيل عندي المعاناة مع البثوث. الله يخرجنا. الله يبقيكم يا مرحب. آسفين جاي تقييد قبل شوي ظاهر من التلفزيون. شغلت تلفزيون وفيها نار وفيها التلفزيون عليه تقييد بعد يقولون. ها طافي خلاص. أرحبوا شيل البث رفع البث. طيب أنا طفي ذي الحين وشغلت من جديد. بيروح الباند يروح. مرحبا يا صاحبي والنار حية. مرحبا على الشحم والشاذلية. أرحوا يا مرحبا ومسهلا. متى الدخولية؟ الليلة إن شاء الله. يظن يروح. إذا أنت حاط كفر شيله. والله معلومات أشيل والدي بس زلو. زعيم مفلح يا ابو ذا الكفر ذا. والله شلت الكفر. ارحبوا يا مرحبا. دخنا اي والله دخت فكيت الكفر هذا اللي ظل مسبب الحراره ذا. طيب نتكلم عن امك. لا ما ندخل بان. ها تشوفني شوفني في البث. شوفني في البث يتابع من جوال ثاني. سلم عليهم. سلم قول ارحبوا. لا جوال عان عان الجوال. جوال هذا لا عان متابعين يشوفونك الحين. لا ما. لا يا غبي هذا جوالي انا. ايش فيك انت غبي؟ هذا جوالي. هذا وش ها راج. هذا وش هذه وش هي؟ بلوت. ارحبوا يا مرحبا ومسهلا بالجميع. وش تبي انت؟ بس شوفك رفعت ضغطي. تلعب ايه. تعال العب. هذا عن كيف. تعال هنا. تعال هنا. تعال كذا. حط هذه كذا. اقرب نقرب كذا. تعال شوف كذا. هذه لعبتي. كذا ترفع كذا. حط هذه. ترفع هذه. تاخذ واحده تسوي كذا. شوف ترفعها. حلو. سويها. تقدر تسويها. سوها. ارحبوا يا مرحبا وسهلا. شيلوا البث كلكم. قيلي الرابع. والله انه قيلي الرابع هذا الورع. ياه عينك يا مفلح. عليك ذنب. والله ان عليك ذنب. يلا نرجع المهند متحمسين مره. اخي لا تعصب. مرحبا لين ما يبقى. مرحبا والله ومسهلا. ارحب يا بداح. ارحب يا ابو هذال. يلا حيه. ارحب ترحب المطر محلق. امورك طيبه ما شاء الله. انا ولد هذا من هو ولد له. الجلاه زين ابشرك. الجلاه وش يقصد؟ والله الجل ذا صح؟ اذا ما عرفت علوم ما تعرفها انت يا مهند خلها بعيد عنك. طيب وش هي الجلاه؟ الجلاه لازم شرح مطول ما خلها بعدين اشرح لك. معليش فرد شعر صح؟ يعني انا في ارض المساس. ابكر المساس عانها. المساس والله عانها. يلا حبيبي. اخبارك ابداع عساك طيب؟ والله بخير ابشرك يا حبيبي. تسمح لي انا وسعود ندخل في خصوص في 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 عمق ايش رايك؟ ندخل معه. نسوي معك فقره في العمق. ما عندي مشكله. انا سايقها جلد بس ان انتم مشاكلكم متفقين على اسئله قبل يجي. والله العظيم ان توها طرت. روح يا ابو معاشني. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا ابداح معنا في برنامج في العمق. انا واخوي سعود بن هذال. نورت يا سعود. يا مرحبا. والله كيف حالك؟ عساك طيب وامورك زينه. لو سمحت يعني ماخذ نظارتي. الله يهديك. اخطيت بس. الله يصلح لي. ما من يومي. اول مقدمين كذا احنا نمون على بعض. لكن اسلم حياك الله. اليوم ضيفنا في الفقره في العمق اخونا ابداح.
بالحين جميل. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن في مكان جميل. شعر جميل وجايبوه شخص كلنا حاسدينه. الله نعم كلنا نعم حاسدين نعم. هذا الطفل ما شاء الله. طبعا طبعا من نظرتك الاولى اخوي سعود بن هذال الابداع وش تقول عنه وعن 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 ابداع انا تابعته. نعم. ابداع شخصيه جميله والله ممتاز والله. شخصيه جميله هو دائما ممتاز وانا كذلك يعني سمعت يعني انا قبل ان نستضيف شخص عندنا في البرنامج وش نسوي نبحث عنه زين وانا ونشوف التقارير اللي قبل هذا الشخص. عموما اخ بداح مساك الله بالخير نترك لك المايك الان عرفنا بنفسك وعرفنا تفضل. اقول انت اللي قبل شيء كلها مقدمه. اي نعم حياك الله ابونا بداح نورتنا. هلا 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 لان ما معها شهاده جامعيه مثلك هذه المقدمة. أخونا سعود يحب يعني يلا تفضل أخوي بداح عرفنا على نفسك طال عمرك في فقرتنا. أنا طبعا العبد الفقير لله ما شاء الله حبيبي متواضع نعم. متواضع الولد أبحث عن هدف يبحث أسعى في طريقة إن شاء الله وأحد الأهداف اللي كنت أتمناها وتحققت هو المثول أمام الشخصيات العظيمة اللي أمامي الآن. أحرجنا فأنا يعني ممتن الله يرحم والديك هذا الحظ الذي أني معكم لهذا اليوم. يا مرحبا يا مرحبا أخونا بداح للأمانة كلامك أحرج أخوي سعود مرة وأحرجني مرتين. أنا خدد رحموري حموري خدد أنا رجك تحرجنا طيب طبعا السؤال الأول إيش رأيك يكون عندك ولا عندي؟ السؤال الأول عندي يا اتفضل أنا نحب ناخذ من البدايات روح ومهند راح يسألك عن أسئلة كذا عشوائية بس أنا كل سؤال راح يجيني عن البدايات. صحيح. ليش حسنا. قدمت على البرنامج؟ سؤال صعب. سؤال جميل. صعب. زاوية 90 حطيتها. بالله كيف؟ نعم. يقول ما نسمعك. سؤالي جميل. بجاوب على سؤالك. سؤالك جدا جميل. تفضل. تسمعني مفلح عندك؟ واضح. طيب ليش يقول عندي ما نسمعك؟ الدبل يا سعود الله الدبل يا الربع جاء الدبل جاء الان الدبل وقت فاصل لن نتكلم ولن كل ما الله اكبر ارحب حي عيرك والله العظيم وانا اخوك دعبينك ما يجونا السؤال هذا نواف الشهراء نواف طيب مو مشكلة طيب شدوا مو مشكلة كبسوا عشان الباند يروح تكفون الباند طبعا احنا فايزين في الجولة هذا شيء منتهي بإذن الله نعم نرجع للأسئلة أخوي بداح أسلم طال عمرك الله يسلمك وخليلك أخوياك إن شاء الله السؤال كان ليش قدمت